المهاجر إعلام لا حكومة له. مشاهدين الكرام، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات المشهد الانتخابي المغربي. تداركا لما فاتنا في الحلقة الماضية، اليوم نستضيف من العاصمة الرباط السيد نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، لنسأله حول رأيه في موضوع إقصاء الجالية المغربية. لكن قبل ذلك سوف نطرح عليه سلسلة من الأسئلة تتعلق برؤيته ورؤية حزبه للمشهد السياسي الحالي في المغرب. السيد نبيل، مساء الخير. مساء النور. حبذا لو تخبرنا ما هو موقف حزبكم من التكتلات التي حدثت مؤخرا، والتي يقول البعض عنها أنها ربما تكون آنية لغرض انتخابي محض. الذي يهمنا نحن هو الموقع الذي يحتله التقدم الاشتراكية. أما ما تقوم به باقي الأحزاب والتحالفات التي يمكن أن تقوم بين هذه الأحزاب، هذا أمر يهم نفس هذه الأحزاب. نحن نعتبر أن هناك تحدي أساس اليوم مطروح في الساحة السياسية، وهذا التحدي الأساس هو المرتبط بمن هي الأحزاب القادرة فعلا على أن تبرور مضامين الدستور الجديد على أرض الواقع. وفي هذا الاتجاه يظل بالنسبة لنا التحالف الأساس هو من داخل الكتلة الديمقراطية، أي ذلك التحالف الذي يضم منذ 20 سنة 3 أحزاب: حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم الاشتراكية. ويظل حزب التقدم الاشتراكية كذلك حزبا يساريا مرتبطا بفكرة قيام تحالف يساري قوي في بلادنا، وهو ما لم يتأتى لحد الآن مع الأسف، لكننا سنستمر في السعي إلى ذلك. ونعتبر أن هذا التكتل، أي تكتل الكتلة الديمقراطية بالأساس، هو الكفيل بأن يضمن أن يسير المغرب في اتجاه بناء دولة ديمقراطية حداثية قوية. وهذا ما أكدناه من خلال الأرضية البرنامجية المشتركة التي اعتمدناها قبل أسبوعين الآن لخوض هذه المعركة الانتخابية، معركة الانتخابات التشريعية ليوم 25 نوفمبر 2011. أما من يسعى إلى أن يتموقع في تحالف جديد ويقول بأن هذا التحالف من ضمن أهدافه الأساس هو معارضة التيارات الإسلاموية، فأعتقد أن حزب التقدم الاشتراكية ليس في حاجة إلى أن يذكر بأن تموقعه كان دائما تموقع حداثي، تموقع ديمقراطي، تموقع تقدمي، وأن بينه وبين المشروع الذي يمكن أن تدافع عنه بعض الأحزاب المتأسلمة هناك فرق شاسع. كما تعلم، الربيع العربي أفرز تجارب في الشمال الإفريقي على وجه التحديد، أفرز تجارب اقتراعية انتخابية طفت معها على سطح السياسة في المغرب العربي، تيارات ذات توجهات إسلامية أو ذات مرجعيات إسلامية. هل تعتقد بأن المغرب سوف يشكل استثناء في هذا المجال؟
أعتقد أنه رغم تأثيرات الربيع العربي الواقع المغربي يختلف. يختلف لأن المغرب عرف منذ عقود تعددية سياسية حقيقية. عشنا فترات حالكة، عشنا فترات ظلام، لكن مثلا حزب تقدم مشتركية موجود في الساحة المغربية منذ 70 سنة ويمارس عمله في إطار الشرعية منذ 1974. نفس الشيء بالنسبة للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، نفس الشيء بالنسبة لحزب الاستقلال. وهناك أحزاب أخرى ظهرت تباعا منذ نهاية السبعينات بداية الثمانينيات، ولذلك أعتقد أن حجم الحزب الذي له مرجعية إسلامية هي حزب العدالة والتنمية سيظل حجما يتراوح حول 15 أو 16%. وبالتالي ما حصل في بلدان أخرى أساسا بتونس أعتقد لا أعتقد أنه سيتكرر في المغرب. الواقع المغربي اليوم والمواطن المغربي اليوم يريد الوضوح، يريد أن تظل الأحزاب وفية لمرجعياتها.